حد شاف المنشأ اللي هو اللي احنا عملناه اللي انت كنت واخدين تعملوا له الموديل بتاعه ده، هتلاقي لو شفت في اللاند سكيب بره هتلاقي في سلم، في سلم طالع من مستوى سطح الارض اللي هو مستوى الزيرو لحد اول بلاطه، هتلاقي كام درجه؟ 4-5 درجات كده. فتعال نشوفها كده. انا عملت دلوقتي لو وقفنا في الايست هتلاقي انا عملت ليفل على مستوى صفر. انا عايز اطلع بقى من مستوى صفر لمستوى الجراوند ليفل ده اللي هو متر و20، عايز اطلع منه. فاقول له قد ايه؟ عندك كده تقريبا 8 درجات. 8 صح؟ على 15. فاروح اقف في المستوى اللي انا لسه عامله ده واقول له في امسح لي كل الكلام ده كده. شايف هنا؟ انا عايز اشوف دلوقتي، انا عايز السلم بتاعي يطلع من مستوى سطح الارض لحد اول البلاطة بتاعت اللي هي على مستوى متر و20. انا عايز ابينها عندي هنا. بص اظهرها ازاي؟ اظهرها انها اكنها حاجة كده، مش يعني اكنها صورة محطوطة قدامي، عايز ابينها بس كده. اجي هنا تلاقي في حاجة اسمها الاندر لاي، اقول له انا عايزك تظهر لي من مستوى مثلا الار سي والتوب لحد مستوى الجراوند ليفل بالشكل ده. تلاقي ظهرت معايا، شايفينها؟ الخط اللي ظهر ده يا ظهر معانا، بختارهاش بس ظهرت اكنها صوره. انا بقول له وريلي من اول مستوى ده للمستوى ده عندي في اللوحه دي عشان لو عايز ارسم عليه. شايف مستوى البلاطه ده؟ مستوى البلاطه هنا اهو بالشكل ده. انا عايز اعمل سلم مثلا سي من اول هنا، السلم يبقى اخره هنا ويبدا بقى الثمان درجات من بعده. ثمان درجات دي ثمان قوايم، سبع نوايم، سبعه في 30 تقريبا ب 2 متر و10. اقول له هات لي سبلين 2 متر و10 هنا كده عشان ابين بس بدايه السلم منين. قمته بالشكل ده. عايز ارسم بقى سلم، اقول له من اركتكشر روح لستير، ظبط لي الاعدادات بتاعتي. اول حاجه مونوليتيك، تاني حاجه انا هبدا البيز ليفل بتاعي من مستوى التوبوجرافي لحد التوب ليفل وشوف الارتفاع بتاعك متر و20. كان عندي 8 قوايم والعرض 30. اقول له اعمله لي سكتش، اعمله لك مره بسكتش ومره بكومبوننت. ادي سكتش، اقول له اعمله لي مثلا وليكن بالشكل ده. ادي ستارت واند وريديوس مثلا وليكن بالشكل ده، ماشي. مستوى الترابزين بتاعي بقى طالع لافف كده. ادي الباوندري بتاعي، في باوندري ثانيه الجهه الثانيه زيه، اقول له اعمل لي منها خد دي كده واعمل لي منها ميرور على نص ده كده. كده رسمت الباوندري بتاعتي. هرسم بقى الرايزر، عندي كام رايزر؟ قلنا 8. هرسم اول واحده تحت بالشكل ده، ادي اول واحده. قال لي في واحده رايزر كرييتد وباقي 7. اقول له اعمل لي بقى بيك بمقدار ال 30 بالشكل ده. بالشكل ده بس كده عشان هما الاثنين قريبين من بعض بالشكل ده. كده كام؟ كده فاضل واحدة. وبعدين لو جيت قلت له فينش مش هيظبط معايا عشان الرايزر عندي طالعة بره. طب انا عايز اعملها بامر واحد اخلي كل الرايزر دي تظبط مع الحدود دي كلها. ايه؟ المالتيبل دي. لو ضغطت على العلامة دي كده اللي هي تريم واكستند بس كانت مالتيبل، اضغط عليها وقول لي ده المستوى بتاعي، وصل لي كل دول ليه. وبعدين دي بس هتلاقيها خلفت معاك بس كده، اظبطها تاني بالشكل ده. وبعدين قول له ترم، وصل لي كل دول كده ليه. انت عنده مشكله؟ تلاقي اول واحده بس ممكن تكون ما ظبطتش كده. وبعدين قول له هات لي الستير باس بتاعك هيطلع من هنا لهنا. وبعدين قول له فينش، وبعدين ارجع فينش تاني. اطلع لل 3 دي، السلم اهو معايا بس مقلوب الجهه التانيه. اضغط عليه واقول له اديت ستير تاني، حدد لي السلم وقول له اعمل لي الفليب دي. وبعدين قول له فينش، هتلاقي ظبط معايا ماشي بالشكل ده. حد عنده مشاكل فيه؟ ايه تاني؟ هو مش مسنود، انا بعمل له بس. ما انت اعملي هنا، هو ما فيش سلم هنا اصلا، السلم ما كانش هنا. بس بقول لك ازاي تعملي سلم بالشكل ده.
ما كانش في سلم هنا اصلا، لما فتحت اللوحه ما كانش في سلم، بس انا بعمل موديل بس ازاي تعمليه. دي اول طريقه. تاني طريقه، هات لي السلم ده كده وامسحه، عايز اعمله بامر كومبوننت. طب الكومبوننت فيها الاشكال الدائريه دي؟ ما فيهاش صح. طب بص معايا كده، اقول له اركيتكشر، هات لي ستير واظبط الاعدادات بتاعتي واقول له ده 8 وخلي لي ده كده 30. الرن طب كانت كام؟ اقول له اعملها لي مثلا وليكن 2 متر، او شوف لي البعد بتاعها كام مثلا، من هنا لهنا 2.45. اقول له ارسم لي دي كده 2.45 وهات لي ده بقى كده، واقول له ارسمه لي بالشكل ده من هنا، اعمله لي رايت من هنا لهنا. رسمت الثمانية، اقول له اعمل لي بس الاين من ده لده عشان يبقوا الاثنين في محاذاه بعض. طيب لو ضغطت عليه انا عايز اقلب، والحدود بتاعتي دلوقتي جايه ستريت، لا انا عايز اعمل لها الكيرفتشر ده، اعملها ازاي بقى؟ قلتها المره اللي فاتت، قلت لك ده كومبوننت تحوله لسكتش، احوله ازاي؟ اضغط عليه واقول له كونفرت، وبعدين اضغط على اديت سكتش. تعالى بقى هنا هات لي ده وقول له ارسم لي الحدود بتاعتي من هنا لهنا واعمل لي الكيرفتشر كده مثلا، وبعدين هات لي الكيرفتشر ده اعمل لي عليه ميرور على البيك اكس ده، دول انا ما عدتش محتاجه، قول له ده ديليت وده ديليت، واعمل لي الامر ده كده، وبعدين ارجع اعمل لي الامر ده كده، وبعدين اقول له فينش فينش، اطلع بره كده. نفس الحكايه، اقول له لو ضغطت عليه اقول له فليب بالشكل ده واقول له انتر. خلاص كده عرفت الطريقتين. كده عندك اي سلم، انت اي سلم ممكن يجي لك مهما كان هو ايه، ممكن ترسمه الكومبوننت، بدل ما تخش بقى ترسم بوندر والكلام ده، ممكن ترسمه الكومبوننت ومش هتطلع لك مشاكل اللي هو كانت ميك ستير والكلام ده كله، ترسمه الكومبوننت وخش عليه حوله لسكتش وعدل انت بقى زي ما انت عايز تعدل. تمام كده. بس اهم حاجه لازم تبقى عارف الرايزر بتبدا ببوندري وتنتهي ببوندري ثانيه، ما ينفعش تجيب واحده كده تعلق الرايزر في لوحدها كده، لازم تبدا بخط اخضر وتنتهي بخط اخضر اللي هو البوندري بتاعك. حد عنده مشكله كده؟ كده السلام. خلاص ده اللي انت سالتي في المره اللي فاتت. مش فاهم المره اللي فاتت انت لما وريتني قلت لي في سلم بره في الشارع، ما قلت لك اعمله لك مره، ما هو زي ده ماشي فليب زي كده. تبدي بدل سموث. طب يبقى راجعي السمك بتاع البلاطه نفسها. طب نبص عليه في الاخر، بس هو انا عملته بطريقتين اهو، حتى جربي بالطريقه الثانيه كده تلاقي ظبط معاك ان شاء الله. دي الستير كانت باين المره اللي فاتت.